لقد جعلت الحكومة ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين والمواطنات، وتجلى ذلك من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية. وعلى الرغم من الأزمات المتتالية التي أصبحت آثارها تشكل ثقلاً على مالية الدولة، والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة، إلا أن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية، وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين الذي منحوها ثقتهم، وتكون عند حسن ظن جلالة الملك نصره الله الذي قلدها أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.